بالمناسبة انتوا سمعتوا الحاجة الحلوة والزغاريد والطبول من المئات من جيران الطفلة رؤية؟ رؤية بنتنا مريضة بضمور العضلات في اسكندرية، ورؤية كانت محتاجة العلاج، والعلاج زي ما احنا عارفين في الحالة دي 45 مليون جنيه، حقنة مذهلة مذهلة. فرؤية الحمد لله والشكر لله تم جمع المبلغ ليها. احنا معانا على التليفون نورهان محمد والدة رؤية. ازيك يا مدام نورهان؟ طيب الخط قطع مع مدام نورهان. احنا معانا على التليفون نجمتنا الرائعة، احبها جدا واحترمها جدا جدا جدا، الفنانة والنجمة الكبيرة وفاء عامر، والمرة دي في موقف انساني وهي تساند رقية. ازاي حضرتك؟ مساء الخير، ازاي حضرتك؟ مساء النور، ازيك؟ عاملة ايه؟ كله تمام الحمد لله، ومبروك ان احنا قدرنا نعمل حاجة لطفلة فعلا لا حول لها ولا قوة، وده عشمي كبير جدا كان في يعني فينا كلنا، يعني فينا كلنا كأسرة عربية واحدة، سواء مصريين من جوه مصر أو خارج مصر. والله أنا فرحان طبعا لرؤية مما لا شك فيه، بس أنا فرحان أكتر بإزاي فنانين كبار ونجوم كبار زي وفاء عامر طول الوقت قاعدين مشغولين بالناس، بالبني أدمين، بالإنسان، يساند ويشجع ويحاول ويمشي مع المشوار لحد آخره. فأولا أشكرك، ثانيا هسألك إلى أي مدى مساندة النجوم الكبار بتبقى مهمة في الحالات دي؟ بص أنا هقول لك على حاجة، مش جديد على ممثلين أو على فنانين إنهم يبقى لهم مشاركات مجتمعية من قديم، من أول ما كان في فن في مصر، وكان في فنانه تحيه كاريوكا، الفنانه سميره احمد، فنانه فاتن حمامه، نجيب الريحاني مع حفظ الالقاب، استاذ يوسف بيه وهبي، كل الناس دول كان لهم ادوار مجتمعيه وادوار سياسيه كبيره جدا في المساندات سواء للمجتمع او للجيش او للدوله. صحيح. ده حاجه، الحاجه الثانيه اللي انا عايزه اقولها ان الحقيقه في ناس وفي جنود غيري، انا انضميت في اخر ثلاث ايام. يعني أنا من ثلاث أيام أنا كنت بسمع عن موضوع رقية، ولدرجة إني كنت بقول في مستحيل دول 40 مليون، يعني لو عملنا إيه؟ يعني تفتكروا ممكن نقدر؟ طلع نقدر. يعني اللي ابتدى الموضوع الفريق بتاع محمد ونس، أنا ما قلتش اسمه لكن أنا أسمع عنه، وهو شخص محترم جدا وكان برضه صاحب مبادرة كبيرة جدا في الحكاية. في حسين الجندي، وفي وحسين الجوهري، في ولاد كتير قوي، ومنهم ابني كمان انضم في اخر ثلاث ايام، في القيصر يوتيوبر، ولد في منتهى الاخلاق العاليه، في ناس، في هدير الدي، في ايتن عامر نزلت على الصفحه، في العوضي نزل على صفحته، في نادي نزل على صفحته، في زملائي كتير جدا نزلوا. لكن انا كنت محظوظه ان الوطن كلموني وانا كنت صاحيه الصبح بدري، وكان الرقم واقف عند 23 مليون وشويه. اه. فقلت اعمل اللي عليا، لو حتى بثلاث لايك يعني يمكن اكون هنزق زقه، مين عارف؟ مش مهم مين عمل، المهم صح. النوت عمل. صح. فمحدش يتضايق ومحدش يزعل، وكلنا نقول يا رب، وكلنا نحط ايدينا في ايدين بعض. أنا مش بتاعة عمل مجتمعي دائم لأن أنا مش متفرغة طبعا. لكن في ناس فعلا بتعمل ده، لازم المساندة. أنا صاحبة مقترح دلوقتي أنا هقوله، في زي رقية كتير، صح، مش كتير جايز معروفين، لكن في مرضى ضمور العضلات لازم يتضم للمبادرة مع الحبل الشوكي، ويتعمل له صندوق في تحيا مصر، وتاني تاني وثالث ورابع هقول إن صندوق تحيا مصر معافى من الضرائب، يعني لما نيجي ندفع 100 جنيه هتوصل ال 100 جنيه كامله للمستحق، وعليه رقابه سواء من وزاره الصحه او من وزاره التضامن او من رئاسه الجمهوريه، والثلاثه دول كانوا داعمين اساسي منذ بدايه الحكايه، وحكايه رقيه متابعه جيده جدا جدا من رئاسه الجمهوريه. صحيح. وانا ما قبلتش اني اعمل العمل ده واني اقعد معاهم لمده يومين على اللايف، وجمعنا بقيه المبلغ في 17 ساعه بمساعدة برضو الناس اللي أنا قلت أسمائهم، وعفوا لو كنت نسيت حد، إلا يعني أنا كنت سبب، يعني أنا كنت أحد الأسباب
في التسريع بالحكايه. انا نفسي جدا الصندوق ده يتعمل، ونفسي جدا يفضل الصندوق ده موجود لرعايه الحالات الحرجه والمستعصيه والصعبه، ومش بس ينضم له بس اولادنا في مصر، لا يبقى الوطن العربي كله. يعني لو في حد عنده حاله والحاله دي تتعالج في مصر يجي مصر، لو الحقنه دي مع الاجهزه التعويضيه يا يوسف. أيوه. الاجهزه التعويضيه مش موجوده وغاليه جدا جدا، لو تكاتفنا كلنا واتعملت الحمله دي على مستوى العالم العربي كله مش هيبقى عندنا حد متالم. اه والله زي ما في جمعيات للداون سندروم والمجموعات كتير جدا جدا في الوطن العربي، احنا نقدر وهنقدر، وفيها حاجه حلوه قوي 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 قوي. الله ينور عليكي في كل كلمه قلتيها والله. انا اتمنى ان سياده الرئيس يا رب يا رب هو اللي يحط ايده معانا، وانا متاكده ان هو اب وانسان وهيؤمر باذن الله تعالى بالصندوق ده انه يتعمل، وهنفضل فيه وهنفضل معاه وداعمين. انا ماليش في العمل العام ومش ماليش في مناصب ولا ليا في اي حاجه، انا ممثله كان ليا دور، وفي اي وقت بلدي هتناديني او هتناديني حاله انسانيه هنزل بدون مقابل وباللي هقدر عليه هعمل. اللي بتقوليه ده اكتر من رائع، وتكاتف حقيقي مع كل المؤسسات. عايزه اقول كلمه ثانيه، قولي اتفضلي. بلاش نستصغر الجنيه، صدقوني الجنيه على جنيه فارق، بيعمل رقم فارق طبعا. انا في حاله مريضه سرطان طفله، انا بقول ان احنا اللي السرطان هيتفشى فينا بسبب لو ما خدناش بالنا ان في مشاعر نبيله كده. البنت دي كسرت حصالتها واتبرعت ب 75 جنيه يوسف. احنا كبار قوي ونقدر. اه والله اه والله اللي بتقوليه فعلا صح 100% حقيقي يعني، وفعلا انا ما بطلتش شياط يا يوسف من الفرحه. على فكره انا مش حزينه، انا عارف، انا فخوره، بشكر محمد يونس وبشكر كل فريقه اصحاب المبادره، وعفوا لو كنا اغفلناهم لان هم كانوا هم البدايه. بشكر دكتوره ناجيه، وبشكر طبعا حسين وكل الولاد اللي زيه، بشكر الشباب الصغير. انت ما عندكش فكره العمل العام ده مش الكبار اللي بيعملوه، الشباب كانوا الشراره هم الولاد الصغيرين. صحيح الشباب، صحيح ده حقيقي 100%. هم اكثر فاعليه واكثر نشاطا بصراحه. ادعمهم يا يوسف، لان انا يعني انا قلبي وجعني جدا من موضوع رقيه في 3 ايام، الله يكون في عون الاهالي. ربنا ياخد بايدها وياخد بايدهم كلهم. يعني عارفه والله احنا اشتغلنا على القصه دي تقريبا بقالنا حوالي اكتر من سنه دلوقتي، وكانت الدكتوره ناجيه موجوده معانا هنا مره او مرتين كمان وبنتكلم ربنا على القصه. ربنا يكرمها. اقول لك على حاجه، قايمه بمجهود اتفضلي احقاقا للحق. قولي. ما كانتش عارفه تلاقي الاب والام، كلمتني قالت لي انا عارفه انهم عندك، دوري عليهم، لازم الصبح يكونوا في المستشفى عشان يتعمل للبنت التحاليل. فدورت عليهم بعد ما نزلوا من عندي وقدرت الاقيهم، والحمد لله يعني كلموها على طول وتواصلت لحد الساعه 2 الصبح، والدكتوره ناجيه بتدور عليهم علشان يروحوا يعملوا التحاليل. انا كنت قاعده ببيتنا ومش عايزه اقول لك، وفريق شغال بالكامل، ربنا يكون معاهم ووفقهم. بشكر كل الشباب وفخوره وتاج على راسي، هم دول الابطال الحقيقيين. والله ابطال جدا 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 جدا. عايز اطمنك يعني الرئيس مهتم جدا بالمساله دي، ويمكن انا من متاكده فترة لانه انسان. الرئيس اصله كمان كان اطلق مبادره من كذا شهر السنه اللي فاتت في 2021 على مخصوص لتوفير الحقن بتاعه العلاج بتاعه هذا المرض، وحط ميزانيه مبدئيه ليها وما الى ذلك، وعشان كده بقول لك ان شاء الله ان شاء الله الدنيا هتمشي. يا يوسف رئاسه الجمهوريه والرئيس مشارك في الحمله على فكره من ماله الخاص. انا عمرها ما تبقى بعيده عليه بصراحه، عمرها ما تبقى بعيده عليه اكتر من كده يعني، عمرها ما تبقى بعيده عليه، ومحدش يشكك على فكره. انا هبعت لك دلوقتي الورق كله مختوم. ونشكك ليه؟ هي اول مره. ما دلوقتي في حاجات بقت في ابواق. انا متشكره جدا، حمله محمد يونس وصلت لكل العالم العربي كويس، زي ما في ولاد بيقدروا لازم هم كمان يردوا عن نفسهم وعن بلدهم. بقت في النهارده حروب على الانترنت غريبه الشكل، يعني تخيل يشككوا في الاب والام امبارح هربوا بالفلوس، هم لا يملكوا الفلوس، الفلوس دي دخلت بنوك مصريه تحت رعايه وزاره التضامن الاجتماعي ووزاره الصحه ورئاسه الجمهوريه،
أرجوكم يا جماعة ما تصدقوش كل ما يقال على الإنترنت. طبعا هو لسه في ناس قاعدة عمالة للأسف الشديد بتاخد اللي تلاقيه على فيسبوك ولا تويتر ولا مش عارف إيه ويعتبروه باعتباره واقع ما فيش حد بيقوله. عندك عنده أفكار محمد وأنس نجيبه. ويا ريتك تجيب حسين وتجيب عمر فوزي ابني وتجيب يلا مجموعة بينا. العيال الصغيرة دول هم دول الأمل، هم دول بكرة، هم دول مصر. يلا بينا والله احنا هنبقى يعني سعداء جدا 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 بالمسألة دي، ونجيب الشبان يكونوا موجودين قاعدين معنا النهاردة ونتكلم مع بعض في أفكارهم ونشوف يا ترى هنقدر نزق الحملات اللي من النوع ده ازاي. أنا بشكرك جدا جدا جدا، فنانة رائعة على كل المستويات، نجمة كبيرة على كل المستويات، أبرزها المستوى الإنساني مش بس فيه على الصعيد الفني. وفاء عامر نورتنا وشرفتنا بالمكالمة وفرحتنا الحقيقة بالكلام اللي هي قالته لنا. كل اللي أقدر أقوله لكم إنه اطمنوا جدا على البلد دي، طول ما فيها شبان زي الفل وطول ما فيها رجل يحكم هذه البلاد بضمير.